وسهلا بكم صديق الجو التابعي في هذا المباشر الجديد من مدينة أبطال البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. نشوفوا صديق الجو التابعي من فضائح البنية التحتية حفاي بزاف شوارع رئيسية اللي تحولوا إلى بيئة مائية واللي تشكلوا واحد الخطر كبير على السائحين وكذلك على مسلمين. السلام عليكم. الله يحفظك. شوف الله يحفظك. 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 إذا كنت تشوفوا معنا في الباقة نشوف في البيت من فضائح البنية التحتية هذا المكان هذا اللي سالع المياه ديال هاد الأمطار الصحيحة. إذا إحنا الآن بقرب من جوطية نبغى نلف في أحد الشوارع الرئيسية في هذا المكان هذا. كيف تشوفوا أن هذا المكان هذا عامر بالماء وتعيق الحركة ديال مستعملين الطريق وكذلك الناس العاجلين ملي تيستعملو العصيف ما تيقدروش يقطعو الشانطي بسبب هاد الماء هذا. كذلك كيف تشوفو هنا هاد الطاية ديال الماء اللي جات في حفار وتقدر تشكل الله يحفظ عطب كبير في السيارات وتقدر الله يحفظ تسبب في كايته او في حيزة ديال السيارة. اذا خصنا السؤال اللي طاح بس هو طوى المسؤولين على جماعة المعارف ولا هاد المنطقة هادي. نبدا نشوفو العديد ديال البيئات المائية. شفتو هاد السيارة الأخرى هاب على الحفار الأولى هاب على الحفار الثانية وطاح عطو سلام. لا خويا لا كيف تشوفو بسم الله الرحمن الرحيم أنو في هاد المكان هذا كاينين العديد من هاد الحفاري هادو اللي تحولو البيئات المائية. شفتو أن السيارة الأخرى هاب من الحفار الأولى وهاب من الثانية لكن الثالثة طاح فيها وضرب الطوموبيل. تشوفو أحد الشوارع الرئيسية التي يربط ما بين شارع المؤمن و جوطية دابا. نتمنوا من المسؤولين على هذه المنطقة هذه أنهم يكونوا على خط بسبب هذه المشاكل اللي تعرفهم هذا الشائع هذا. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية المباشر. أسألكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.